بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسباب اختلاف التفسير ختام الآيات المباركة، ما يسمى بذيل الآيات المباركة التي عادة تأتي كتعليل لما تطرحه الآية من حكم أو من قضية أو من قصة أو من موضوع. دائما الآيات المباركة تنتهي وتختتم بأمور تتعلق بصفات الله عز وجل. ما هي علاقة هذه الصفة بموضوع الآية المباركة؟ هنا اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في هذا الأمر. يعني قراءة المفسر لهذه الصفات الإلهية، طبعا عادة تكون ثنائيات، يعني ما عندي كان برنامج 90 حلقة ب90 حلقة اسمها ثنائيات قرآنية، بحثت في هذه الثنائيات وأغلبها كان هي نهايات للآيات المباركة، مثل والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، إن الله مثل على كل شيء قدير. هذه الختام، ختام الآيات المباركة بالحقيقة هي تعليل للحكم أو تعليل للموضوع الذي طرحه الآية المباركة. وقد اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في معنى هذا التعليل أو معنى هذا الختام. نستطيع أن نضرب الكثير من الأمثلة في هذا الموضوع. مثل مرت علينا حلقة الأمس حينما في آية الدفع والتدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت أو لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تحدثنا عن معنى ولكن الله ذو فضل على العالمين، هل يعني ولكن الله ذو فضل على العالمين بوجود هذه السنة، سنة الدفع والتدافع، أو ولكن الله ذو فضل على العالمين بوجود المؤمنين المصلحين المجاهدين المخلصين إلى آخره؟ في هذه الحلقة نريد أن نأتي بآية مباركة، ذيل آية كما يسمونه المفسرون، أو ختام آية، نهاية آية مباركة تذكر صفتين لله عز وجل. حينما طبعا في نهاية في ختام الآية المباركة، وهي الآية السابعة بعد المئتين، الآية السابعة بعد المئتين في سورة البقرة، تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هنا تذكر صفة الرأفة، والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، مو يشتري، يشتري يأخذ، يشري يبيع. يعني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مجيء هذا المقطع والله رؤوف بالعباد، يعني من رأفة الله بالعباد، يعني هنا تطرح الرأفة الإلهية بالعباد. هنا اختلف المفسرون في فهم هذه الخاتمة، في فهم هذه الجملة والله رؤوف بالعباد. ما معنى والله رؤوف بالعباد ضمن سياق الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما معنى والله رؤوف بالعباد؟ هناك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول يعني والله رؤوف بالعباد، يعني من رأفة الله بالعباد وجود هؤلاء الناس، وجود هذا النموذج من الناس الذي لا يفكر بنفسه
وإنما قد باع نفسه لله عز وجل. هذا النموذج في مقابل النموذج الآخر. طبعا يعني السورة سورة البقرة تطرح نموذجين في هذه الصفحة. يعني في الآية التي قبل آية 207 تطرح نموذج آخر مقابل تماما لهذا النموذج الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهو النموذج الذي على العكس من ذلك، يسخر الدين للدنيا، هو لا يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على بعض الصحابة حينما كان يجادل عمار بن ياسر، موجود في نهج البلاغة، فقال له: دعه يا عمار، دعه. شنو دعه؟ يعني اتركه يا عمار، فإنه لا يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. انظر كلام جدا دقيق: دعه يا عمار، فإنه لا يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، يعني يجعل الدنيا هي المحور. هذا وجود هذا النموذج، طبعا هذا الذي يسخر الدين للدنيا، نموذج يعني فاسد ومفسد في الأرض. هذا النموذج موجود، وهذا النموذج الآخر مقابل موجود. شوف الآيات المباركة في السياق، في ابتداء من الآية يعني الخامسة بعد المئتين من سورة البقرة، تقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني شنو معناته في الحياة الدنيا؟ يعني يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني حينما يتحدث عن الحياة الدنيا باتجاهات كذلك، يعني يقول يعني الدنيا ما تسوى، الدنيا يعني مزبلة، يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حينما يتكلم عن الدنيا تراه زاهدا، تراه كريما، تراه عفيفا، نظيفا، شريفا، كلام، لكن في العمل تجده أحرص الناس على الدنيا. هذا ممكن تفسير: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني حينما يتكلم في الحياة الدنيا وعن الدنيا، أو لا في الحياة الدنيا يعني في الظاهر يعجبك قوله، يعني لكن بعدين تتكشف أسرار وأسارير ويبتلى هذا بما في ضميره. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. دائما يقول: أشهد ما في الله، أشهد الله عز وجل على ما أقول. طبعا ماكو داعي، الإنسان المؤمن ماكو داعي يشهد الله عز وجل، ويشهد الله على ما في قلبه. دائما شوفك ثنائية، ثنائية الحلاف المهين: ولا تطع كل حلاف مهين. شوف حلاف مهين، حلاف كثير الحلف. لماذا كثير الحلف؟ لأنه يشعر بالإهانة، يشعر بأن الناس لا تصدقه، فيحاول دائما أن يقسم من أجل تثبيت أن قوله صادق، أو أنه صادق في قوله. ولهذا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه الآية الرابعة عفوا بعد المئتين، ليس الآية الخامسة، بعدها الآية الخامسة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. شوف هذا نموذج، هذا نموذج يطرحه القرآن في مقابل نموذج هذا. ماذا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن هناك نموذجان متقابلان، ومن رأفة الله بالعباد وجود النموذج الثاني الذي يسخر الدنيا للدين. وسنكمل هذا المعنى بعد قليل إن شاء الله تعالى.
نعود إلى ماذا قرأ المفسرون والله رؤوف بالعباد في سياق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قلنا الاتجاه الأول هو يعني من رأفة الله بالعباد وجود هذا النموذج الثاني في قبال النموذج الأول. النموذج الذي الأول هو الذي يسخر الدين للدنيا، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، كما يقول الحسين عليه السلام. ففي مقابل هذا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض. هنا تولى كذلك فيها معنيان، تولى هل تولى يعني ذهب وولى يعني، أو تولى يعني أصبح واليا يعني أصبح مسؤولا، هو أخذ ثقة الناس، فاز بثقة الناس، أظهر الدين، الناس تحب الدين وتحب الإيمان وتحب يعني الله عز وجل، فيستطيع أن يكسب الثقة بالناس فالناس تنتخب مثلا، الناس تؤيده. ولهذا فإذا تولى هنا الأقوى تولى يعني أصبح مسؤولا، أصبح صاحب ولاية، صاحب شأن وصاحب نهي وأمر وصاحب مسؤولية، لأن بقرينة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، انظر هنا بعض الناس يكتشفون يعني زيف هذا الشخص، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تعبير جميل، أخذته العزة بالإثم، يعني لا يستجيب إلى نصيحة، لا يستجيب إلى قول قائل، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا نموذج. النموذج الآخر في الآية التي بعدها، الآية السابعة بعد المئتين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني من رأفة الله بالعباد وجود هذا النموذج الثاني، وإلا لو كان في الحياة النموذج الأول الذي يسخر الدين لدنياه ولمصالحه، الدين لعق على ألسنتهم أو لا يأخذ من الدين إلا ما قربه من الدنيا، لا يعني فسد الدين والدنيا معا، كما نجد في بعض الناس الذين يسخرون الدين للدنيا. والله رؤوف بالعباد يعني من رأفة الله بالعباد. ولهذا ركز المفسرون على هذا المعنى. يقول مثل العلامة الطباطبائي يقول فإن وجود إنسان هذه صفته، يعني يشري نفسه يعني بايع نفسه لله عز وجل، من رأفة الله سبحانه بعباده. جميل، ربط رائع. فإن وجود إنسان هذه صفته، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وجود هذا النموذج الذي يسخر الدنيا للدين، يسخر مصالحه لدينه من رأفة الله سبحانه بعباده، إذ لولا رجال هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق والإفساد لن هدمت أركان الدين ولم يستقر من بناء الصلاح والرشاد لبنة على لبنة، لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بهذا الحق ويتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه، كما قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. هنا التقت يعني هذه الآية ولكن الله ذو فضل على العالمين، تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، يعني من فضل الله على العالمين وجود يعني هؤلاء المصلحين
وجود المصلحين الذين يدفعون المفسدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، أو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، أو فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه الآيات يأتي بها العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان من أجل توضيح يعني الاتجاه الذي يذهب إليه في تفسير والله رؤوف بالعباد، يعني من رأفة الله بالعباد ومن رحمة الله بالعباد وجود يعني هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل. طبعا نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، هناك يكاد يكون إجماع للمفسرين بأنها نزلت هذه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، في علي بن أبي طالب حين مبيته في ليلة الفراش. حتى أن طبعا وإن كان بعض المفسرين مع الأسف الشديد حاولوا أن يعني لا يذكرون عليا في أسباب النزول، فجاءوا بأسباب نزول أخرى، وسنتحدث إن شاء الله، هذا طبعا مصدر كبير من اختلاف المفسرين، الاعتماد على أسباب النزول، لأن أسباب النزول طبعا يختلف المفسرون فيها. هنا نجد مثلا بعضهم يقول يعني ليلة، هذه ليلة تاريخية، ليلة مبيت، يقول ابن عباس نزلت الآية في علي حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر، ونام علي على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أبو جعفر الإسكافي كما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد الثالث الصفحة 70 بعد 200، إن حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة. هذا منه الإسكافي المعتزلي أبو جعفر، يعني أستاذ ابن أبي الحديد، يقول حديث الفراش أنه نزلت في علي ثبت بالتواتر أنه نزل في علي عليه السلام، وهذه الآية نزلت في الإمام علي، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وجود هؤلاء، وجود علي بن أبي طالب وأمثال علي وأنصار علي، هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم ويرفعون شعار لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، هؤلاء هم من رأفة الله بالعباد. وجود هذا النموذج العلوي، وجود هذا النموذج المضحي، طبعا هذا تفسير يذهب إليه الكثير من المفسرين. مثلا جاء في تفسير بعضهم طبعا يذهب إلى الوجه الآخر، وهو الاتجاه الآخر في تفسير والله رؤوف بالعباد، يعني العباد هم هذا النموذج، يعني هنا العباد يعني بالمعنى العهد، هنا التعريف تعريف بلام العهد، يعني والله رؤوف بالعباد بهذا النموذج الذي يضحي والذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا النموذج الله رؤوف به. ما معنى رؤوف به؟ يعني رؤوف بتوفيقه وبتزديده وبتيسير الأمور عليه في الدنيا والآخرة. فإذن هذا التفسير الآخر يقول والله رؤوف بالعباد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يعني هنا العباد يعني هم هنا التعريف تعريف بلام بالعهد، مو العباد كما في التعريف الأول أو كما في التفسير الأول، العباد يعني الناس والعالم، وإنما العباد هنا يعني هم هؤلاء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل دينهم. يقول رؤوف بهذا النموذج المضحي من الناس فيسدده،
ويوفقه ويدفع عنه الضر ويجلب له النفع ويجعله مباركا ويجعله مباركا أينما كان. فالمقصود من العباد هنا والله رؤوف بالعباد هما هذا الإنسان الذي باع نفسه لله عز وجل، ومنهم على شاكلته وعلى أمثاله، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما طبعا هذه الآية سورة العنكبوت الآية 69، يعني نموذج والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الله يفتح عليهم الآفاق ويسهل عليهم. أو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا والله رؤوف بالعباد. أو الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، في سورة التوبة الآية 20. فإذا والله رؤوف بالعباد، العباد هم الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل وعاشوا التضحية وسخروا مصالحهم الذاتية وأموالهم وحتى أنفسهم في سبيل إعلاء دينهم. فالله يرأف بهؤلاء بأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعلهم في عيشة راضية في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.